عندما يكون الرئيس ترامب واقفا وراء المنصة ويسأل المراسل فذلك يذكرنا بمنصة أخرى ومراسل وهمي يطرح ذات السؤال. Just mentally though, are you okay? Kidding me? ميليسا ماكارثي التي أدت دور السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر خلال برنامج ساتردي نايت لايف اقتحمت بالمنصة الأكثر شهرة بالعالم جمعا من الصحفيين. So did you have to teach Melissa McCarthy how to drive a podium? We did. It was a lot of fun. برنامج ساتردي نايت لايف منح شركة الإنتاج الصغيرة مونكي بويز أقل من 48 ساعة لصنع المنصة. القائمون على البرنامج اقترحوا في البداية تزويد المنصة بدراجة متحركة لكن ذلك كان خطيرا. فقرروا بعدها استخدام محرك كرسي كهربائي يعمل بمحركات وتمت إزالة المقعد وبناء المنصة الخشبية التي تحكمت بها مكارثي بواسطة عصا للتحكم. في أول بروفة لها كانت مكارثي تقود بشكل متردد قليلا. وحتى المنابر التي لا تحوي محركات تقع فيها الحوادث. فمنصة هيلاري كلينتون انهارت بينما أوباما وكثيرا ما تتعرض المنصات للإيذاء من قبل المدربين. وهو الأمر الذي يجعل مكارثي تبدو لطيفة نوعا ما، ولكن عندما تقف على المنصة حاول ألا تأخذها معك. حدث ذلك مع رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني عندما تعثر بسلك الميكروفون في البيت الأبيض، لكنه وصل الكلام رغم تحطم المنصة. We've been calling it the bully pulpit.